اوكي يا اخوان، هذا الصندوق انا سويته، لا حد يستغرب من شكله. اوكي ها بالعكس. انت حاليا عزيزي المشاهد راح تسال ايفر بيدك صندوق ابيض وعليه علامه استفهام، شنو معناته؟ انا راح اقول لك شنو معناته. بالبدايه هذا الصندوق راح اعطيه اسم، راح اسميه صندوق ببجي موبايل العشوائي. صندوق ببجي موبايل العشوائي؟ اي نعم يا عزيزي، هذا الصندوق راح نسوي بيه تحدي. من مسوي هيك بايدي، مو قصدي اشوفكم الساعه، لان الساعه اصلا مو اصليه وما تشتغل. شوفوا يعني شنو هو التحدي استاذ ايفر؟ يا اخوان تحدي اليوم راح يكون بلعبه ببجي موبايل، راح يكون جلي. هذا الصندوق العشوائي راح تكون عندي بيه غراض من لعبه ببجي موبايل. كل ما اقدر اقتل سكواد كامل راح اقدر اخذ شغله واحده من الصندوق العشوائي. حاليا هذا الصندوق انا ادري بيه شنو، بس راح اخذني بشكل عشوائي. راح افتح الصندوق بايدي وبدون ما راح ابقى راح اخذ شغله وشوفها شيني وشوفها قدامكم. اوكي يا اخوان قبل ما نبلش، ما نسيت انوهكم، اذا فزت بالجيم راح اخذ جائزه اكبر بعد من الموجود بالصندوق. وبس يا اخوان قبل ما نبلش بالصندوق العشوائي، لا تنسوا تخلون لنا احلى لايك، نريد نوصل هذا المقطع 100,000 لايك، واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، خلينا نوصل مليونين مشترك، وضيفونا على الانستغرام، هذا الانستغرام مالتي. وبس خلينا ننترو. اوكي شباب، حاليا الاسطورة ايفر جاهز انه يجلد، جاهز انه يدخل اول جيم. طبعا شباب راح نخليه اكيد سولو سكواد ونقول بسم الله. اوكي يا اخوان الاسطورة الكبيرة ايفر دخل لي الجيم سولو سكواد، حاليا بدنا نلعب. حبيبي هذا تشوف هذا الانفور الشايله؟ راح اسقطك فيه. اي هيك اريدك سبع من بالجيم هيك ترمي والله لا تنجلدون كلكم جلدا علني. شباب اسمعوني طلعي. اسمعك اسمعك ضلعي. اسمع لك اهلا باهل العراق والله. على راسي على راسي اموت عليك. مثل ما تشوفون الاسطورة الاول على الطيارة، قائد الطيارة اكيد وبشرف كبير. النزلة راح تكون سكول، النزلة راح تكون سكول. طبعا انا صايم حاليا. اوكي يا اخوان طبعا عندنا احنا 3 محاولات تمام على مود ناخذ الجيم، لان احنا مو بس الكلات مهمه بالنسبه لي، المهم هم انه ناخذ الجيم حتى نقدر ناخذ جائزه كبيره. كل سكواد مثل ما اتفقنا، كل سكواد اخذ لي شغله واحده من الصندوق. بسم الله الرحمن الرحيم، راح ننزل بسكول احنا يا الربع، ما راح ننزل بالعماير، العماير صعبه والله مو على قدي. يا الله يا الله. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، راح ننزل هنا. سلاح سلاح، ما ادري اذا احد نازل وياي بسكول لو لا. حلو يا ام بي، اكو سكواد بالعماير، ذول السكواد لازم اشيلهم وانا حتى اقدر اخذ شغله واحده من الصندوق يا الربع. طبعا البواتا منها هسه نتفق اتفاق، البواتا ما تنحسب، لان البواتا ما تعتبر سكواد يعني، فما راح نحسبها. لك وينهم؟ خافون ينزلون وياي، ما عاد نزل بسكول. اوكي حاليا احنا يا اخوان نحاول نلوت شكو شيء موجود بسكول، لان لازم احنا نروح لهناك جاهزين، لازم نطب للعماير واحنا جاهزين، لان احنا راح نشيل سكاويد، مو سكواد واحد لا سكاويد. من هسه احذر الشباب الطيب الموجودين بالعماير، ترى ايفر راح يجي يعني حتصير مشاكل. بكره تندم جميل. ذكاء في شبعتوني يوم بي، لعبت نفسي والله، تقول شوربه عدس مو يوم بي. اوه بوت، بوت ثاني هناك. هسه قاموا يجوني الف بوت، هسه جاهزين ان ننطلق، ذراكم بالاوبن يمكن هم حيجوني والله. انا اجيكم مو تجوني. اوه ذراك سكواد فوق بالعماره العاليه، اوكي اكو سكوادين. اكو سكوادين، حلو، حاليا راح اعطيها وضعيه ثانيه ماكو، سموكات واروح ورا السياج يا الربع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي هم زين ملتهين بيناتهم، عبرنا بامان يا الربع، راح نغدرهم، حاليا راح نعطيها تكتيك احنا ماكو. اوكي انا بلعت انا بلعت يا اخوان، جي جي، واحد عبر هاي العماره يا الربع. لا اول سكواد نقدر نشيلهم لو لا يا اخوان، نقدر نشيلهم لو لا. شايفه اني هي ورا الشباك، هو راح افتح له نيت، اذا هذا وقعت الشيء كلش حلو. اوه صعبين صعبين ذول الشباب كلش صعبين. حنحاول نسوي فلانك، حنحاول نسوي فلانك، اكو سكواد يعني احنا واقعين بالنص. اوه ها؟ شلون عرفاني هنا؟ يا اخوان شلون عرفاني هنا؟ اوكي يا اخوان اول محاولة انتهت بالفشل الذريع بسبب الهاكات، انا متأكد هذا هاكر، انا ما اغلط، بس نروح للمحاولة الثانية. اوكي يا اخوان بسم الله الرحمن الرحيم، الجيم الثاني حاليا ما اعرف، احس لازم يكون اكو واحد هاكر بين ذولي وراح يجلدني بالاخير، بس ما يهم ما يهم، انا على الاقل اردكت سكواد واحد بس حتى اقدر افتح شغلة من الصندوق العشوائي. يا الله يا يا اخوان من يطير انا غلطان يا اخوان، يا هو ده يقلش ده يطير
سامي مو صار الطبيعي. والله الله يستر الهاكات كلش هواية. السلام عليكم اخواني بالطيارة. طبعا انا بس احذر تحذير لانه انا الاول على الطيارة الكل راح ينجلي. شكوى موجود راح ينجلي. بسم الله الرحمن الرحيم يا اخواني. توجهنا للحاويات السكواد اللي يريد يموت. الميريد يبقى عايش يجي وياي. ذول اول سكواد راح يموتون اربعة. احفظوا لي اشكالهم. احفظوا لي اشكالهم واحد واحد. انا سبق وقايل الميريد يعيش يجي وياي. بس هالمرة راح نلعب تكتيك وتركيز اكثر يا اخوان. اوكي؟ اكو وياي بس سكواد واحد. اوكي اكو وياي بس سكواد واحد. انا راح اكون ضد هذا السكواد كامل. راح نلعب تركيز كامل. هم وين راح ينزلون؟ راح ينزلون على اليسرى. انا راح انزل على اليمين. راح ينزلون قبلي مو مشكله، بس راح انزل على ذيك الحاويات. ذيك الحاويات حتكون مالتي بس ثاني. انا حد الان منازل. هم حتى اسلحه لقوا مو مشكله. اول شيء ناخذ يا اخوان اي كي. وين الاي كي؟ هيات الاي كي. اوه راح انضرب طلق. راح انضرب طلق. لحق انزل. لحق تنزل. واحد لقى سلاح واجى بشل هنا أنا اصلا. لازم شوي ارجع ورا. انا اريد ارجع ورا يا اخوان. بلع. لازم نشوف لي غير سلاح يا اخوان. اوكي ذاك وذاك. او طلق ما عندي. هذا هو قبالي. ابلع. لا لازم القى سلاح. لازم القى سلاح يا اخوان. لازم القى سلاح. دي بي دي بي واي كي. الوضع كلش خطر يا اخوان. احتمال يسوي لي فلانك. راح اشيل شات جن. خلي ممكن تصيرون زلم وتبشوا لي وجه الوجه. اوكي راح اعبر. راح اعبر بالاوبن. هم كلش منواب. شلون تعرفوهم منواب؟ لانه انا واحد وما يبشوا لي. اوكي بشوا. بشولي أربعة بشولي مية بشولي ألف كلكم تجلدون. حلو حلو من نشوف جسدهم هنا مسطرة كلش جميل. أوكي يا إخوان طبعا شلت السكواد الأول. حاليا أقدر أخذ شغلة واحدة من الصندوق. راح نجي ونقول بسم الله. أوكي صندوق هياتي موجود يا إخوان. بسم الله. أول شغلة راح تيجي بإيدي أتوقع عرفتها. أوه أوكي هاي الشغلة أنا ما عندي حاليا باللعبة اللي هي جنطة لبن ثلاثة يا إخوان. هاي اول شغله اخذناها. اوكي بس انا للاسف ما عندي باللعبه. اوكي يا اخوان طبعا الجيمر راح. انا متت موته شنيعه واكتشفت انه انا بالغلط ما كنت دا اصور. حاليا انا ذاك الجيم راح حول من عندي. هذا الجيم راح يكون الفرصه الثالثه والفرصه الاخيره اللي لازم افوز الجيم على مود اقدر اخذ الجائزه الاخيره. وراح اسوي شويه تغيير بالموضوع. قانون بكيفي. راح اخلي كل واحد اخذ شغله من الصندوق لان الكلات صعبه لان طاب سولو سكواد. هلا فيكتور وديزحاف. زين مود البنطلون الاخضر الجديد شنو حجي فيكتور؟ تعال امشي وياك. يلا وياك. حجي فيكتور. حجي. حياتي. شلونك؟ الحمد لله. انت شلونك؟ والله لونه احمر فاخضر. لا الاخضر مصيبه. الاخضر ابغاكم اضحك وياكم يعني ارحمكم. لا لا حول الله. مشكله والله مشكله من الصور وانت صايم. اوكي يا اخوان حاليا تربعت على الكرسي يعني اولد يعني كلها ماتت. هاي راح انزل اني. شوف ماتوا ميتكل يا اخوان. بما ننزل هذا الانستغرام مالتي. ضيفونا على الانستغرام. كيف اتوصل بيكم؟ ضيفونا على الانستغرام. ايش فيكم؟ اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقنا انه كل رقم ينحسب لي كل انا اقدر افتح مره واحده. راح ننزل هنا. اوله والله واي. لا 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 يا اخوان طبعا ننسى انه هاي اخر محاوله. مين طب لي هذا من الشباك؟ لا 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 انا حيز. يا الله حرفيا خلصت المحاولة الثالثة. ثلاث قيومة قتلت بس اربع كلات يعني بس سكواد واحد وقدرت افتح مرة واحدة بس. يا اخي مو على مودي انا، على مودكم انتوا. تشوفون شغلة واحدة بس من الصندوق تدرون شنو؟ طز راح افتح شغلتين هسه وانا خلصان التحدي راح افتح شغلتين طز. بس حرامات والله الشغله الاخيره الرهيبه ما راح نقدر نفتحها لان لازم لنا نفوز جيم. كيفكم اذا تريدون الجزء الثاني؟ انا ما عندي مشكله اسوي الجزء الثاني، والجزء الثاني يكون اقوى مصيبه يعني. بس حطوا لنا لايك اذا تريدون الجزء الثاني. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نطلع شغله. اوكي اوه ورقه. لا يا اخوان. اي نعم يا اخوان. مشروب طاقه. مشروب طاقه بارد. راح اشوفه هسه. راح تشوفوا.
تعالوا وياي تعالوا وياي يا اخوان. طبعا مجروب الطاقة حيكون ان انا بايت في اللاجئ. شوفوا يا اخوان بارد ثلج كلش بارد شباب، بس ما اقدر المشكلة ما اقدر اشرب لين صايم. اوكي شباب اليوم مذشك واليوم حظ خايس، خلني افتح الشغلة بعدها. اوكي اجي اوه اتوقع عرفتي. اوكي سكوب 4 يا اخوان، سكوب 4 يا الربع. اكو هواي شغلات بعد يعني انه تشبه هالسوالف، فاذا انتم تريدون جزء ثاني انا ما عندي اي مشكله شباب، بس خلينا نوصل هذا المقطع 100,000 لايك. اذا وصلنا 100,000 لايك اسوي لكم جزء ثاني، بس الجزء الثاني يكون اقوى بهواي. اوكي لان نكون وصلنا هذا المقطع لا تنسونا باللايك، خلينا نوصل هذا المقطع 100,000 لايك اذا تريدون جزء ثاني، ولا تنسون تشتركون بالقناه حبايبي. الانستغرام مالتي حيكون هذا قبالكم، ضيفوني هناك نسوي اشياء حلوه، تعالوا نسولف وياكم. بس مع السلامه.